مشاهدينا أهلا بكم إلى النشرة الرابعة من الرياض، وهذه أبرز العناوين. مدير سي آي آي يكشف أن سنوار يتعرض لضغوط من قادة حماس لقبول وقف النار خلال الأسبوعين الماضيين. وفاة 5 بينهم شرطي في حادثة إطلاق نار في مسقط ومقتل المنفذين 3. في السعودية جدل واسع عبر منصة إكس، موظفون حكوميون يقاومون الانتقال إلى القطاع الخاص. الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، مستشفى الملك فيصل التخصصي ينجح في إجراء عملية جراحية لجنين داخل الرحم. مشاهدينا أهلا بكم، نبدأ نشرتنا مما قاله ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية سي آي آي، حيث أكد أن قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار يواجه ضغوطا لتحميله لوم المعاناة الإنسانية في القطاع. وأوضح بيرنز وفقا لما نقلته شبكة سي إن إن أن السنوار يتعرض لضغوط من قادة حماس لقبول وقف النار، مؤكدا وجود ضغوط وصفها بضغوط داخلية تعرض لها قائد الحركة من حركته وقادتها خلال الأسبوعين الماضيين. أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن المحادثات مع مصر لسحب القوات الإسرائيلية من حدودها مع غزة تتقدم. نيويورك تايمز أضافت نقلا عن المسؤولين الإسرائيليين التأكيد على أن سحب القوات من حدود غزة مع مصر سيتم وفقا لمعايير أمنية. الصحيفة لفتت إلى أن الاتفاق مع مصر على سحب القوات الإسرائيلية من حدود غزة سيسهل الاتفاق مع حماس. من جانبه، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مسؤولين إسرائيليين كبيرين خلال اجتماع في واشنطن بالقلق العميق الذي يساور بلاده بعد الغارة الإسرائيلية الأخيرة والتي أوقعت العديد من القتلى في قطاع غزة. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، ركزت المحادثات بين بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، ركزت على الجهود المبذولة راهنا للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. بموازاة محادثات الصفقة، يستمر الجيش الإسرائيلي بقصف غزة، حيث تسبب قصف مدفعي للمنطقة الشرقية من حي الزيتون جنوب شرق المدينة بسقوط العديد من القتلى والجرحى. أما جنوب قطاع غزة فقد أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس، كما قصف الجيش مناطق سكنية غرب مدينة رفح. لا شيء سوى رائحة الدم في خان يونس، هكذا وصف نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في غزة سكوت أندرسون المشهد في مستشفى ناصر في المدينة عقب الغارات الإسرائيلية. كان الهواء مليئا برائحة الدماء، وكان أحد العاملين الصحيين يمسح الدماء على الأرض باستخدام الماء فقط لعدم وجود إمدادات كافية من المواد المطهرة أو مواد تنظيف أخرى لوقف انتشار العدوى. وقد تم علاج العديد من المرضى على الأرض لعدم توفر الأسرة ودون استخدام مطهرات، وهذا يعرض حتى الإصابات القابلة للعلاج للخطر. ورأينا أطفالا صغارا مبطوري الأطراف وأطفالا مشلولين وغير قادرين على تلقي العلاج لأنهم لا يملكون المعدات في المستشفى. أعلنت شرطة سلطنة عمان اليوم في بيان عن تعاملها مع حادثة إطلاق نار بمنطقة الوادي الكبير أسفر عن وفاة 5 أشخاص ورجل أمن. هذا وأكدت الشرطة العمانية إصابة 28 شخصا بينهم 4 من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع، كما أكدت مقتل 3 منفذين للهجوم، مشيرة إلى أنها اتخذت كافة التدابير والإجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف. هذا وأفادت السفارة الباكستانية لدى مسقط بأن الباكستانيين في صفوف الجرحى، حيث أكد السفير الباكستاني في عمان عمران علي عبر حساب السفارة في منصة إكس أن بعض الجرحى ما يزالون في المستشفيات. كما أصدرت سفارة الولايات المتحدة في مسقط تحذيرا أمنيا إثر إطلاق النار، وأعلنت إلغاء كل المواعيد للحصول على تأشيرات دخول الثلاثاء، داعية مواطنيها إلى توخي الحذر والامتثال لتعليمات السلطات المحلية. Thank you.
وينضم إلينا هاتفيا رئيس جمعية الصحفيين العمانية الدكتور محمد العريمي. سيد محمد أهلا وسهلا بك. سيد محمد، يعني ما الذي تسبب في هذا الخرق الأمني وفي حصول هذه النوعية من الحوادث التي نادرا ما تعرفها سلطنة عمان، وماذا أيضا عن خصوصية المنطقة التي حدثت فيها هذه الواقعة؟ نعم، شكرا على الاستضافة. تابعنا حقيقة بالأمس العمل الإجرامي المرفوض الذي قام به مجموعة لا يمكن إلا أن توصف بالمجرمة في محيط مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمنطقة الوادي الكبير. حقيقة هذا العمل كما ذكرت عمل غير مسبوق في سلطنة عمان الهادئة والمحدود لها أيضا بالأمن والاستقرار، الذي راح حقيقة مثل هذه الأعمال الإجرامية حصلت، يعني لا يجب حقيقة أن نعطيها أيضا مأخذ أكبر من حجمها. عمان دولة منفتحة، وبالتالي هي تتأثر وتؤثر في محيطها. هذه الأعمال الإجرامية حصلت في دول أيضا سابقة، كالحدث الذي حصل في مسجد الإمام جعفر الصادق في دولة الكويت 2015، حادث تحامل مسجد الحرم الملكي في الحرم المكي في 97. وبالتالي مثل هذه الأحداث تحصل بين الفينة والأخرى. الحدث حقيقة غير مسبوق، وربما يكون حدث يعني لم يحدث في عمان مثل ما تابعتنا خلال 5 عقود الماضية، ومثل هذه الأعمال غير معتاد عليها كما ذكرت. وهنا يعني سيد محمد يعني هنا ماذا عن التفاصيل التي ترشح حتى الآن عن التحقيقات وعن طريقة تدبير هذا العمل الإجرامي، عن امتدادات المشاركين فيه أيضا؟ حقيقة المعلومات المتوفرة ذكرتها في التقرير قبل دقائق، وهو وفاة 5 أشخاص وإصابة أكثر من 28. لم يعلن حقيقة عن معلومات أكثر مما تم الإعلان عنه، ولكن ما أتمنى حقيقة أن نستفيد من مثل هذه الأحداث. هذه الأحداث تحدث في الدول، وهي ليست أمر يعني مستحيل أن يحدث في عمان أو في غير عمان. المهم في الموضوع أن نستفيد مما تم، إن كان هناك تم إخفاقات أمنية نستفيد من هذه الإخفاقات الأمنية فيما. وأن سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، وأقصد 4 سنوات الماضية، تم انفتاح سياحي وانفتاح فيما يخص التأشيرات وسمات الدخول إلى سلطنة عمان بشكل كبير. ربما تكون هذه الثغرة هي الثغرة التي استطاع منها هؤلاء المجرمين أن يدخلوا للسلطنة وينفذوا هذا العمل الإجرامي. ما أريد أن أؤكد عليه في هذا الموضوع أن الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان مؤهلة تأهيل عالي للتعامل مع مثل هذه الأحداث. وتحدثت يعني هنا عن يعني عن أنه يجب الاستفادة من ما وقع، ومن يعني هذا الإخفاق الأمني الذي حدث. واليوم يعني ما الذي وما الإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها الآن عقب هذه الحادثة مخافة تكرار حوادث مماثلة في المقبل من الأيام؟ دولة سلطنة عمان دولة يحكمها قانون، بلا شك سوف يأخذ هذا الموضوع مجراه القانوني، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن كل هذه الإجراءات. الحصيلة الآن المعلوماتية التي تحصلنا عليها، أنا تحصلت عليها كمتابع وأنتم كوسائل إعلام، تم الإعلان عنها صباح اليوم، وأيضا في البيان الذي تم قبل هذه المقابلة بدقائق، وهو وفاة 5 أشخاص. لكن هذه المواضيع وهذه المعلومات يعني الكبيرة التي يراد أن تبث وتبث تباعاً عبر وسائل الإعلام، هذا الموضوع حقيقة لن يمر مرور الكرام. ولكن ما أريد أن أؤكد عليه في هذه العجالة أن الأجهزة والمؤسسات الرسمية تعاملت مع حدثين كبيرين خلال أقل من 5 أيام. حادث الأول حادث قرق السفينة في قرابة المياه العمانية، وهذا حدث أيضا كبير تعاملت معه السلطات العمانية بشيء من شيء عالي المهنية. وأيضا احتواء هذا الحادث الذي حصل بالأمس في مسجد الإمام علي تم التعامل معه بعمل يعني وبإجراءات عالية المستوى، وسوف يتم الإفصاح على المعلومات التي سوف تتأتى من خلال يعني أيضا. وهنا يعني أيضا يعني بالنسبة للمعلومات والمعطيات، يعني هل لديك أيضا معلومات عن جنسيات يعني المصابين إلى حدود الآن؟ أيضا كيف تتفاعل سفاراتهم مع الموضوع؟ أيضا كيف يتم التعامل مع الجرحى يعني ضمن هذا الحادث؟
90% من الحضور كان من الجالية الباكستانية والجالية الآسيوية. معظم المصابين الآن في المستشفيات العمانية تلقون العلاج، وبالتالي نتمنى لهم الشفاء العاجل. الحدث حدث غير مسبوق كما ذكرت لك في بداية الحديث، ولكن الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية سوف تتعامل مع هذا الحدث، وإن كان هناك أي إخفاق سوف يتم الاستفادة منه في المستقبل، ليس لدي شك في هذا الخصوص. نشكرك، كنت معنا رئيس جمعية الصحفيين العمانية الدكتور محمد العريمي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. ونبقى في سلطنة عمان، حيث حدد مركز الأمن البحري العماني الناقلة المنقلبة على أنها برستيج فالكون، مشيرا إلى أنها تحمل علم جزر القمر. وقال المركز العماني أن طاقم ناقلة النفط المقلوبة ما يزال في عدد المفقودين، لافتا إلى أن الطاقم يتألف من 16 شخصا بينهم 13 يحملون الجنسية الهندية وثلاثة من الجنسية السريلانكية. وأكد المركز أن الجهود المشتركة ما زالت جارية للبحث عن الطاقم المفقود. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم في السعودية في يونيو الماضي. مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أثر إعلان شركة الصحة القابضة السعودية بدء المرحلة الثانية من التحول الصحي من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد عكست بعض الردود على منصة إكس عدم رغبة بعض الموظفين للتحول من العمل الحكومي إلى الخاص، فيما تحفظ الكثير على عدد الإجازات وعلى الرواتب وأيام الإجازات الرسمية، فيما اعتبر البعض الآخر أن القرار يخدم الموظفين ويستثمر في الكوادر البشرية ويوفر سبل التدريب والتطوير التي تمكنهم من أداء مهامهم بفعالية. وينضم إلينا من القسيم المختص في الموارد البشرية محمد القنيني. سيد القنيني أهلا وسهلا بك. سيد محمد، برأيك ما الذي يولد هذه المقاومة وهذا الرفض الكبير للموظف الحكومي السعودي لمسار خصخصة المؤسسات الحكومية، رغم أن غالبية السعوديين يعني حسب التقارير إلى حدود الآن يرون بأن القطاع الخاص يوفر رواتب مغرية ومهمة، كيف نفهم كل ما يحصل من رفض؟ رحيك حي السادة المشاهدين. طبعا الرفض اللي حصل في الآونة الأخيرة حول تحول أغلب الأشخاص الذين كانوا يعملون في وزارة الصحة إلى شركة، الأغلب اتجه لمنظور أنه الآن أصبحت الآن الوظيفة ليست ذات استقرار وليست ذات أمان وظيفي، لماذا لارتباطها بشكل كبير جدا بعقود. فالأغلب متخوف من مسألة أنه قد لا ينجز أو لا يحقق الأهداف المطلوبة منه، لأنه هذا يعتبر شيء جديد عليه في هذه الوظيفة أو هذه الشركة منظومة. فبالتالي الغالب منهم رأوا بأنه قد يفقون في تحقيق الأهداف، فبالتالي يتم الاستغناء عنهم. فالأغلب مرتبط بشكل كبير جدا في بيئة العمل، وتحديدا أن تكون بيئة عمل آمنة. طيب، أي رؤية بنظرك ستكون ناجحة في التعامل مع هذه الأزمة، مع أزمة رفض الموظف السعودي الانتقال من العمل الحكومي إلى العمل الخاص؟ بصراحة يعني عندما نشاهد الأشخاص الذين يعملون في الوظائف التي لها استقرار فترة طويلة جدا، نرى أنهم يعتبرون ذا قيمة سوقية أقل. فعملية التغيير أنا أرى أنها تعتبر من صالحهم صراحة بشكل كبير جدا، لأنها سوف تساعدهم بشكل أفضل على التوجه مرة أخرى للسوق وعرض أنفسهم بشكل أفضل، معرفة ما هي قيمتهم السوقية الحقيقية. فالتغيير ده صراحة يعتبر مناسب جدا في ظل التطور اللي حاصل في المملكة العربية السعودية، من ظهور من جلب عديد من الشركات العالمية واستحداث هيئات جديدة. فعملية التنقل يجب أن تكون حاضرة لدى هؤلاء الأشخاص لما لها من زي ما ذكرت لك رفع القيمة السوقية، تطويرهم والطلب عليهم بشكل دائم في سوق العمل. لكن ربما يعني الذي يخيف أكثر من هذه العملية ومن عملية الانتقال هاته هي فقدان هذا الشعور بالطمأنينة والأمان الوظيفي بشكل عام. بالتالي يعني كيف يمكن اليوم جعل هذا الموظف السعودي الذي كان يعمل في القطاع الحكومي يشعر بنفس الأمان الذي كان يشعر به في السابق داخل القطاع الحكومي في القطاع الخاص؟
لا، نتج لمنظور اخر افضل من موضوع الامان، نتج لموضوع اخر وهو القيمه السوقيه. فعندما يكتشف هذا الموظف بان قيمته السوقيه تعتبر اضعاف الذي يتقاضاه حاليا، فانا اعتقد ان هذا سوف يساهم معه بشكل كبير جدا على ان يقوم بالتحرك والدخول مره اخرى لسوق العمل او تحسين قدراته وامكانياته ثم الدخول لسوق العمل. مع الاسف العديد من الاشخاص يرون بان بيئه العمل تعتبر مناسبه جدا، ونراها نحن تعتبر السنوات الاولى التي يحصل الشخص على وظيفه تعتبر مناسبه، لكن بعد ذلك سوف يرى انه قيمته السوقيه لكن يعني تماما قيمته السوقيه ترتفع لكن معدل شعوره بالامان ينخفض، فبالتالي كيف يمكن الموازنه بين هاتين النقطتين؟ هي تراكمات قديمه جدا يعني التي اظهرت هذا يعني المنظور، هو انه الشخص يجب ان يظهر ان لديه ولاء. ونعرف الدراسات ذكرت بانه الشخص عندما يتجاوز السنه الثانيه فانه ينشا لديه علاقه بينه وبين المنظومه. هذه تصبح بازدياد كل ما زادت عدد السنوات التي يقضيها في هذه المنشاه، وهذا الذي يؤثر في عمليه تسويقه ومعرفه ما هي نقاط القوه التي لديه ثم يقوم باستخدامها في تسويق سوق العمل. فدائما ارتباطك مع المنظومه يجب ان يكون ارتباط عملي فقط، لا يكون ارتباط عاطفي بينك وبين المنظومه وارتباطك ببيئه العمل، وهنا يؤثر معك في عمليه انه قد تخسر هذه البيئه التي ارتبط معها بشكل كبير جدا. فدائما نحرص دائما على ان يكون الشخص عارف تحديدا ما هي قيمته السوقيه، يعمل على تطويره وتحسينه ثم يقوم بعرض نفسه لسوق العمل، والحمد لله الان. وهنا يعني بالحديث عن عمليه تطوير المدارك المهنيه للموظفين، ماذا عن عمليه تاهيل الموظفين اليوم التي تتطلبها بشده عمليه الانخراط في العمل بالقطاع الخاص؟ لان طبعا يعني المعايير تختلف كثيرا، في القطاع الخاص هناك تدقيق بشكل اكبر على المردوديه، تدقيق بشكل اكبر على جوده يعني الخدمه التي يقدمها الموظف، بالتالي اليوم ما التغييرات التي ستترتب عن ذلك؟ التغييرات هي انه جميع الوظائف الان استحدثت بشكل كبير جدا، جميع الوظائف اصبحت ترتكز بشكل اكبر على الجوانب التقنيه، فبالتالي عليه ان يقوم بالتركيز على الجوانب التقنيه بشكل كبير جدا، تطوير نفسه فيها. وغير هذا الشيء يجب عليه ان يقوم بتطوير جوانبه السلوكيه والشخصيه، لانه الان هو الان يرغب بتسويق نفسه، فيجب ان يكون لديه قابليه على كيفيه تسويق نفسه، ما هي النقاط التي يجب يقوم بالتركيز عليها، هل هو في مستوى قيادي، هل هو في مستوى اشراف المتابعه والتحليل، هذه يجب ان تكون لديه قدره على ان تقوم بالعمل على تحسينها وتطويرها، لانه لها طلب في سوق العمل بشكل كبير جدا. دعنا نستذكر معا بيانات كانت قد نشرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مطلع الشهر الجاري، حيث أوضحت أن نحو 11 ألف موظف وموظفة في القطاع الحكومي غادروا مهنهم الوظيفية، وذلك في الربع الأول من العام الجاري وفقا لما نشرته الوزارة. وبحسب البيانات فإن من أسباب المغادرة طلب الإحالة للتقاعد المبكر، الاستقالة، أيضا بلوغ السن القانونية للتقاعد، فضلا عن عدم صلاحية الموظف في أحيان أخرى. برأيك هنا يعني كيف ستؤثر عملية تنفيذ هذا التحول للقطاع الخاص على نسب الخروج من منظومة العمل الحكومي، سواء بالتقاعد المبكر أو غيره من الأسباب؟ هل تتوقع أن نسمع أرقاما أكبر خلال الفترات المقبلة؟ صراحة يعني زي ما ذكرت لك يعني نحن عايش التطور الآن حاصل في المملكة السعودية، دخول شركات، ظهور هيئات جديدة، الشركات أصبحت يعني بحجم أكبر، فالفرص الوظيفية أصبحت صراحة بشكل كبير جدا في الأونة الأخيرة. فعملية يعني انتقال الأشخاص من بيئة عمل لا يوجد فيها تطوير ولا يوجد فيها مزايا قيمية أعلى، فأعتقد أنها تكون ظاهرة بشكل كبير جدا في الأونة الأخيرة. ولكن البعض زي ما ذكرت لك قد يكون مرتبط في بيئة العمل، وهذا موجود لدى العنصر النسائي بشكل كبير جدا، أنهم يرون أنه بيئة العمل أفضل بشكل كبير جدا من أني أذهب لوظيفة أخرى بيئة العمل تعتبر فيها ليست مناسبة بقيمة سوقية أعلى. فأنا راح ننقسم بشكل أنه قد يكون 50% من الأشخاص يرون أنها فرصة أن يقوموا بالمغادرة والذهاب لفرص وظيفية أخرى، والبعض قد يبقى ويرى بأنه قد يتحسن مستقبله في حصول على ترقية أو حصول على مسؤوليات أعلى في المستقبل بعد دخول الشركة أو تغيير الهيكلة الموجودة لديها. طيب هل هذا الانتقال يعني سيكون أكثر سلاسة من بيئة عمل إلى أخرى بالنسبة لفئة الشباب بشكل أكبر؟ وكيف أيضا سيتم التعامل مع الموظفين من فئة عمرية كبيرة؟ شاهدنا لدى العديد من القطاعات الحكومية عندما قامت بتطبيق الخاصة لديها شاهدنا بأنها أصبحت سهلة وسلسة بشكل كبير جدا. العنصر الشاب أعتقد أنه لديه قابلية على التغيير وقابلية على أن يتكيف معها بشكل كبير جدا. كذلك فيما يتعلق كبار السن قد تكون الوظائف القيادية
فرصه لهم الان حاليا ان يقومون بابراز انفسهم في هذه الوظائف القياديه لدى الجهات الجديده التي يعملون فيها، فهذا مناسب. ولكن الذي شاهدناه هي سهوله تعديل هذه الوظائف بشكل كبير جدا للقطاعات الاخرى الحكوميه. اشكرك جزيلا، كنت معنا من القصيم المختص في الموارد البشريه محمد القنيني، شكرا جزيلا. وننتقل إلى نيويورك، حيث نظم البرنامج السعودي لجودة الحياة جلسات تسلط الضوء على مساهمة المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الجلسات التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش المنتدى السياسي للتنمية المستدامة استعرضت التحديات الحضرية ومواجهتها باستخدام الممارسات المبتكرة وأثر تبادل الخبرات على تحقيق الأهداف المحلية والدولية. هذا وكشف البرنامج أن العمل جار لتحسين جودة الحياة لجميع الأفراد في السعودية من خلال مبادرات تركز على مجالات رئيسية مثل الفنون وأيضا الرياضة والسياحة وغيرها. وينضم إلينا في الاستوديو السيد سلمان الخطاف مدير عام تطوير الأعمال في برنامج جودة الحياة. سيد الخطاف أهلا وسهلا بك. يا أهلا ومرحبا وشاكر الاستضافة. أهلا وسهلا. إذن سيد الخطاف نبدأ معك بهذا المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بنيويورك، يعني ماذا عن أبرز أهدافه، ماذا أيضا عن أبرز المواضيع والملفات التي يناقشها؟ الحقيقة يمكن الحديث يقودني أن يعود بنقطة البداية في السنة الأبرز في التنمية المستدامة اللي كانت عام 2015. نعم. عام 2015 اقترحت الأمم المتحدة أجندة للتنمية المستدامة، أجندة عالمية وافقت عليها جميع الدول الأعضاء بالاستثناء. عام 2015 كذلك كانت في اتفاقية التغيير المناخي في باريس، وفي نهاية عام 2015 تحولت الأجندة هذه إلى أهداف التنمية المستدامة اللي نعرفها اليوم، واللي هي خارطة الطريق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لكيف نتأكد أنه مستقبل العيش أفضل وازدهار الإنسان وازدهار الكوكب كذلك. وهنا كيف كانت مشاركة المملكة العربية السعودية في هذا المنتدى؟ جميل. في عام 2018 بدأت السعودية بتقريرها الطوعي واللي تبرز فيه أعمالها تجاه هذه الأجندة، أجندة التنمية المستدامة. من عام 2018 وحنا نحضر هذا المؤتمر والمنتدى رفيع المستوى في الأمم المتحدة في نيويورك بقيادة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل إبراهيم. السنة هذه يمكن كان في تنسيق مشترك فيما بين برنامج جودة الحياة ووزارة الاقتصاد والتخطيط لاستغلال هذا الحدث، ليس لمجرد إبراز جهودنا من خلال التقرير ومن خلال المشاركة في المؤتدى، بل كذلك من خلال جعل فيه معرض مصاحب نستعرض فيه قصص النجاح وكيف المملكة العربية السعودية تحقق جودة الحياة، تحقق الأهداف التنمية المستدامة من خلال برامج متعددة. حضر معنا في هذا المعرض المصاحب أكثر من 13 جهاز حكومي لتغطية جميع أهداف التنمية المستدامة وإبراز الجهود في هذا السياق. وهنا بحديثك عن قصص النجاح التي حققتها المملكة العربية السعودية على هذا المستوى، ما أهم الأشياء التي تم البناء عليها من خلال هذه المشاركة؟ ما أبرز التجارب الناجحة التي عملت عليها السعودية خلال السنوات الماضية من أجل تحقيق جودة حياة ورفاهية أكبر للمواطن السعودي؟ جميل. المملكة العربية السعودية لله الحمد ومن خلال برنامج جودة الحياة لدينا 128 مبادرة. هذه المبادرات مرتبطة بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة، وهذا يمكن الشيء اللي حرصنا أن نبرزه في خلال مشاركتنا هذا السنة. فأبرزنا مثلا 45 مبادرة من مبادرات البرنامج ترتبط بالهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، وهذا يأتي من خلال مبادرات متعددة، مبادرات ثقافية، مبادرات الأنسنة، مبادرات التشجير، مبادرات استدامة المدن والمسطحات الخضراء. كل هذه المبادرات تسعى لنفس الأهداف اللي في التنمية المستدامة. ومن ضمن يعني هناك 17 من أهداف التنمية المستدامة، يعني ما الذي حققته السعودية إلى حدود الآن من ضمن 17 هدف؟ جميل. احنا أنا أقدر أتكلم عن جودة الحياة واللي تغطي من 17 هذه أو تساهم في 17 هدف في 10 منها. احنا 128 مبادرة تغطي 10 من أهداف التنمية المستدامة بشكل وثيق. اللي ما نغطيه احنا في البرنامج كان معانا جهات مصاحبة لإبراز جهودهم في تحقيق الأهداف المتبقية، مثل مثلا الصناعة أو الطاقة. هذه ليست في صميم جودة الحياة، لكن توجد جهات مسؤولة أخرى وهي اللي أظهرت جهود المملكة فيها.
ويعني منذ سنة 2015 يعني بالإعلان عن أجندة التنمية المستدامة إلى 2030، كيف تم تحويلها من أجندة إلى أهداف في المملكة العربية السعودية؟ الحقيقة يمكن اللي حولها من أجندة إلى أهداف بداية الأمم المتحدة، لأن هذه أهدافهم حق التنمية المستدامة صارت 17 هدف. إحنا في رؤية المملكة 2030 عندنا 96 هدف في الرؤية، لو نسوي لها ربط راح نلقاها مغطية الأهداف في 17 وزيادة. كل أهداف الرؤية لله الحمد فيها إنجاز وفيها تقدم، وعندنا أرقام وعندنا قصص نجاح وعندنا تجارب فريدة حرصنا أن نظهرها في هذا الملتقى. طيب نتعرف معك أكثر ونفصل معك أكثر في أهم وأبرز التجارب التي تحسن جودة حياة المواطن السعودي اليوم وتكفل له يعني جودة حياة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة. جميل. جودة الحياة يمكن تنقسم إلى شقين أساسيين، فيها المدينة نفسها وقابلية المدينة للعيش، وفي اللايف ستايل أو أنماط الحياة الصحية التي تسعى الدولة إلى أنه الشعب يتبناها، مثل ممارسة رياضة، مثل تنوع في الثقافة والفنون، مثل إبراز التجارب أو الممارسات المحلية وخلق اقتصاد حولها. وهذا الحمد لله تقود اليوم وزارة الثقافة، وزارة الرياضة، الهيئة العامة للترفيه، كل هذه جهات تعمل مع برنامج جودة الحياة بشكل وثيق لخلق أنماط الحياة الفريدة والصحية. أما من ناحية المدن عندنا هيئات تطوير المناطق، عندنا وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشكورة، والأمانات التابعة لها كذلك. كيف قاعدين أنسن المدن، كيف قاعدين نرفع مستوى الحضري للمدن، كيف قاعدين نحسن من مستوى التنقل والمعيشة، كيف قاعدين نشتغل على المساحات الخضراء، توفير خيارات أكثر للسكان، من السينما، من جودة الحياة كان أحد المبادرات، ممارسة المرأة للرياضة ودخولها للملاعب، هذه كلها مبادرات كانت عندنا في برنامج والحمد لله حققت أهدافها ولسه مستمرين إن شاء الله في المزيد من ذلك. طيب نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات، كنت معنا في الاستوديو سيد سلمان الخطاب مدير عام تطوير الأعمال في برنامج جودة الحياة، شكرا جزيلا. يا أهلا وسهلا. كشفت هيئة الإحصاء السعودية أن معدل التضخم السنوي بلغ بنسبة 1.5% في شهر يونيو الماضي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وأوضحت الهيئة بأن معدل التضخم تأثر بشكل أساسي بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.4%، وارتفاع أيضا أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1% مقابل انخفاض أسعار النقل بنسبة 2.7%، مضيفة بأن ارتفاع الإيجارات السكنية بنسبة 10.1% هو المؤثر الأكبر في استمرار وتيرة التضخم. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مواطن سعودي يستغل أوقات فراغه بعد التقاعد لتطوير مهاراته. مشاهدينا نرحب بكم من جديد. نجح فريق طبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في إجراء عملية جراحية تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، حيث تعد العملية عالية الدقة لإصلاح عيب خلقي في الحبل الشوكي لجنين داخل الرحم في أسبوعه 26، وذلك باستخدام المنظار الجراحي الجنيني. التفاصيل في هذا التقرير لهاني صفيان. داخل غرفة عمليات مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض يقوم فريق طبي متخصص بإجراء عملية جراحية نوعية تنفذ لأول مرة على مستوى المنطقة لإصلاح عيب خلقي في الحبل الشوكي لجنين داخل الرحم في شهره 6 باستخدام المنظار الجراحي الجنيني كإجراء مبكر بهدف تحسين النتائج الوظيفية وتقليل الحاجة إلى التدخلات الجراحية بعد الولادة. الفريق الطبي في هذه الأثناء ينفذ هذه العملية باستخدام المنظار الجنيني عبر إحداث 3 فتحات صغيرة في الرحم لا تتجاوز 2 ملليمتر عند موضع ظهر الجنين، مع مراقبة حالة الجنين خلال الجراحة باستخدام الموجات فوق الصوتية. هنا طبعا هنا متلازمه
التوائم المتشابهة ويتم فيها نقل دم غير طبيعي بين التوأمين هنا الأجنة ويؤدي إلى مرض الاثنين، وهذه الأوعية الدموية على المشيمة مشتركة، بعضها مشترك طبيعي وبعضها مشترك يحتاج إلى علاج بالليزر. طبعا هذا يعتبر الطفل الأول ونسميه عادة المستقبل لأنه هو اللي يأخذ الدم، والصغير الثاني الآخر اللي هو في هذه المنطقة أصغر منه طبعا وهو اللي يخسر الدم لأخيه. هذا الجسم، هذه الأطراف السفلية، وبالنسبة للمستقبل هذه الأطراف السفلية هنا القدم الركبة والوجه مع اليدين. العمل الجراحي طبعا بيكون عبارة عن بالليزر لإقفال هذه الأوعية الدموية غير الطبيعية لإيقاف النضح الدموي من أحدهما للآخر، وإن شاء الله يتم عكس الوضع ويتحسن الطفلين. مرحلة التخدير لهذه العملية ليست كأي عملية أخرى تجرى في تخصصات مختلفة. الدكتور عمر اليماني استشاري التخدير في مستشفى الملك فيصل التخصصي، مرحلة مختلفة من التخدير خاصة للأم والجنين. نعم صحيح، تختلف هذه المرحلة عن مراحل التخدير للتخصصات الأخرى، أولا كوننا نعني بالأم والجنين، فيجب أن يكون الاثنين مخدرين في نفس الوقت لإجراء العملية. والشيء الثاني أننا نحاول نمنع حدوث الولادة المبكرة لا سمح الله خلال العملية أو بعدها حتى. مراكز علمية ومستشفيات في دول المنطقة استفادت من خبرات التطور في التخصصات الطبية المختلفة التي وصلت إليها السعودية في ظل تحقيقها مستويات متقدمة وتصنيف عالي للكوادر الطبية والمستشفيات الصحية على مستوى دول العالم. لقناة العربية هاني صفيان، الرياض. إذن مشاهدينا نتابع آخر الأخبار العاجلة. الناسا تقول وتتحدث عن توقيع اتفاقية بين أمريكا والسعودية في مجال الطيران المدني وأيضا الفضاء. إذن في آخر التطورات وآخر الأخبار العاجلة، وكالة ناسا تتحدث عن توقيع اتفاقية بين كل من أمريكا والسعودية للتعاون في مجال الطيران المدني والفضاء. أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست عن تعاون بحثي جديد مع إحدى الشركات الأجنبية لتطوير تقنيات الاتصالات من الجيل الخامس 5G إلى الجيل السادس 6G، وتشمل الشبكات الكهربائية للمدن والأجهزة. المزيد من التفاصيل عن هذا التعاون مع الزميلة رندا الشيخ. إليك رندا. شكرا رجاء. إذا مشاهدينا، عصر بحثي جديد أعلنت عنه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست لمواجهة الزيادة المتواصلة للأجهزة المتصلة بالإنترنت التي توقع خبراء اتصالات أنها ستصل في عام 2025 إلى 50 مليار جهاز. هذا الخطوة التي أعلنت عنها كاوست تهدف لتطوير تقنيات الاتصالات من الجيل الخامس 5G إلى الجيل السادس 6G، وستشمل الشبكات الكهربائية للمدن والأجهزة التي تستخدم لتصفح وسائل التواصل الاجتماعي. برنامجان للاتصالات سيتم تمويلهما في كاوست. الأول يبحث في الاتصالات البصرية في الفضاء الحر FSO، وبواسطتها يمكن بناء قاعدة بيانات شاملة للظروف الجوية في المملكة للإجابة عن أسباب انقطاع الاتصالات وعدد مرات حدوثه ومدته. أما الثاني فسيبحث في تطوير الأسطح الذكية القابلة لإعادة التشكيل RIS التي ستسهم في تمكين الوصول لتقنية الجيل السادس، وكلتا التقنيتين مشاهدين ضروريتان لتطوير بنية اتصالات الجيل الخامس والسادس. هذه البحوث وغيرها مشاهدين تسهم في تعزيز ريادة المملكة في تطوير وتبني تقنيات اتصالات الجيل السادس، وبالتالي تجذب الشركات العالمية للاستثمار في البنية التحتية والعلماء لاختبار أبحاثهم، وتجمع كمية غير مسبوقة من البيانات حول الظروف الجوية وأداء الاتصالات في المملكة. عودة إليك رجاء. شكرا جزيلا لك رندا على كل هذه المعطيات والتوضيحات بخصوص هذا الملف. ومشاهدينا، الفراغ بعد التقاعد ليس أزمة لدى الكل،
ففي محافظة الأحساء الشرقية السعودية نجح محمد القحطاني في تحويل فراغه بعد التقاعد إلى اكتساب العديد من المهارات الفنية وممارسة هواياته مثل الرسم على الخشب والزجاج والنحت والخط. ومن خلال مشاركاته داخل السعودية وخارجها استطاع القحطاني أن يستعرض إبداعاته الفنية أمام الآخرين. نتابع. لم تكن حياته بعد سن التقاعد إلا بداية رحلة لتحقيق العديد من الهوايات. محمد القحطاني فنان تشكيلي نجح في التحول من شخص عادي إلى فنان يبدع في الرسم بواسطة الحرق على الخشب والنحت هنا في سوق الحرفيين بمحافظة الأحساء شرقي السعودية. 2017 بديت هواية فن الحرق على الخشب والجلد، وكان ظهوري من بداية نهاية 2017 في مركز الإبداع في الأحساء، ووصلت إلى مرحلة ما شاء الله كل حرق على الخشب والجلد وجميع أنواع الفن كله كدست هنا في المحل. علاقة الفنان محمد القحطاني بالجمهور تجلت من خلال مشاركاته العديدة داخل السعودية وخارجها، فهي أنسب وسيلة للتعريف بنفسه للآخرين. المشاركات كثيرة، يعني بدايتها السعودية طبعا والبحرين الكويت وروسيا. مهرجانات تبرز الشخص، يعني مثلا أنت ما حصلت مهرجان مثل مهرجانات الكبار، مهرجان التمور، مهرجان أسبوع الحرف الدولي، هذه تبرز للجمهور ويعرفون من هو الفنان. اعتاد محمد أن يرسم شعره في لوحاته، بعض من أبياته الشعرية التي تميل إلى الرومانسية حاضرة في الكثير من أعماله الفنية. أنا شاعر وعندي قصائد كثيرة والحمد لله، فلذلك حاولت أني أخذ الشيء اللي يناسب اللوحة وأخليه على نفس اللوحة، وكثير اللوحات اللي عليها أبيات شعر مثل لوحة لا تعترض ضرب المقفي إذا راح، خليه في حاله وانت خليك في حالك، عمر المقفي ما راح يسمعك يا صاح، وخليه في فاله وانت خليك في فالك. الخيل والطبيعة والخيال أكثر الرسومات الحاضرة في أعمال الفنان محمد القحطاني، يأتي بعدها رسم الشخصيات والنحت على الخشب والزجاج. بالنسبة للرسومات الموجودة هنا عن الخيل، عن الشخصيات، مناظر طبيعية ضمن خيال اللي هو فن السريالي، حسيت أن الناس دائما في المهرجانات هذه يحبون الخيل، فركزت على فن رسم الخيل. ثلاث هوايات يمارسها محمد القحطاني حتى الآن هي الرسم والخط والنحت، وما زال الشغف يقوده إلى المزيد من الهوايات المتنوعة التي يعتبرها متنفسا له بعد سن التقاعد. من الأحساء، علي اللغبي، العربية. لا تتوافق بداية السنة الهجرية مع السنة الميلادية إلا نادرا. التفاصيل في تقويم مع زميل خالد زعاك. التقاويم البشرية، أما أنها تعتمد على حركة الشمس ويسمى تقويم شمسي، أو على حركة القمر ويسمى تقويم قمري. وحنا عندنا تقويمين معتبرين، التقويم الهجري أساسه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تقويم قمري أي يعتمد على حركة القمر حول الأرض، والتقويم الميلادي أساسه ميلاد المسيح عليه السلام، وهو تقويم شمسي أي يعتمد على حركة الشمس الظاهرية حول الأرض، والفارق بينهما 10 أيام تقريبا. ولهذا نشاهد الشهور الهجرية تطوف على الفصول الأربعة، مثل الحج نحج بالصيف ونحج بالشتاء ونحج بالخريف ونحج بالربيع، وكذلك رمضان نصوم بالصيف ونصوم بالشتاء ونصوم بالخريف ونصوم بالربيع. ويطوف قلبي حول ذكراك طواف الحاج في البيت العتيق. و
ولا تتوافق بداية السنة الميلادية مع بداية السنة الهجرية إلا نادرا جدا جدا، لكنهما يتقاربان في البداية كل 33 سنة تقريبا، كما حدث في عام 1937 ميلادية تقاربت بدايتها مع السنة الهجرية 1356، و1979 مع عام 1400 هجرية، وعام 2008 ميلادية تقاربت بدايتها مع السنة الهجرية 1429، ومع تقادم الزمن تطول هذه المدة. صبرها مثل وجنتيها جميل، ليلها كالسكوت فيها طويل، لم ينل من جمالها أي حزن رغم أن الدموع فيها تسيل، كبدتها الحياة جرحا عميقا والجميلات حظهن قليل. ومشاهدينا نذكر بالخبر العاجل الذي ورد قبل قليل، حيث أعلنت وكالة إدارة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة والسعودية بهدف التعاون في مجال الطيران المدني والفضاء. مشاهدينا ختام الرابعة، وهذه أبرز عناوينها. مدير السي آي آي يكشف أن السنوار يتعرض لضغوط من قادة حماس لقبول وقف إطلاق النار خلال الأسبوعين الماضيين. وفاة خمسة بينهم شرطي في حادثة إطلاق نار في مسقط ومقتل المنفذين الثلاثة. في السعودية جدل واسع عبر منصة إكس، موظفون حكوميون يقاومون الانتقال إلى القطاع الخاص. الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، مستشفى الملك فيصل التخصصي ينجح في إجراء عملية جراحية لجنين داخل الرحم. مشاهدينا إلى اللقاء.